أهلا بكم. في فجر يوم 7 أكتوبر 2023 خلصت الأجازة الطويلة اللي أخدتها المقاومة الفلسطينية. خلصت سنوات قعد على القهاوي وشرب القهوة السادة وتأليف المواويل عن أمجادها القديمة اللي كانت سكتت الكلمة وانفجرت القنبلة. الفلسطينيين كسروا رخام القبر وانطلقوا، أعلنوا العصيان المسلح على إسرائيل وانفجروا. حقيقة خرجوا من تحت جلدهم ليحرروا الأرض. تأكدوا أن السلام لن يأتي وهم نيام، وأن السلام لا يزدهر في أجواء العنصرية. في فجر 7 أكتوبر 2023 شطبت المقاومة الفلسطينية كل الحسابات القديمة. دلقت القهوة على موائد المفاوضات وحرقت أوراق اليانصيب الوهمية وانفجرت عملية طوفان الأقصى الفلسطينية. في فجر يوم 7 أكتوبر بدأت أطول حرب خاضتها إسرائيل، حرب ربما تجاوزت السنة. احنا عارفين السنة 365 يوم، 365 يوم عاشتها إسرائيل في حرب ولا كل الحروب. يوم السبت 7 أكتوبر هو يوم مقدس عند اليهود، يوم اليهود بيخصصوه للصلاة والصوم بس، يوم بيحرموا فيه كل شيء، ويوم أيضا بيعتبروا اليهود الفرصة الأخيرة يغيروا مصير الدنيا ومصير البشرية في السنة التالية. فعلا اليوم ده تغيرت فيه الدنيا والبشرية. في أول ساعات الصباح شنت المقاومة هجوما واسعا على المستوطنات الإسرائيلية في أكثر من مكان. شنت هجوم على مستوطنة ديمونة وديف جنوب نقب، وشنت هجوم على مستوطنات هودش هاشرونا في الشمال، وشنت هجوم على مستوطنات محيط القدس في الشرق. أطلقت المقاومة دفعات متتالية من الصواريخ. في نفس اللحظة اقتحمت المستوطنات سيارات من طراز الدفع الرباعي، وأيضا دراجات نارية وطيارات شراعية وزوارق بحرية. أعطى الإشارة، إشارة البدء، محمد الضيف. محمد الضيف هو المسؤول العسكري في حركة حماس، رغم أن عملية طوفان الأقصى شاركت فيها 12 منظمة من منظمات المقاومة الفلسطينية. طلع محمد الضيف بيان قال فيه أن المقاومة أطلقت في أول لحظة 5000 صاروخ، 5000 صاروخ في أولى نغمات هذه السيمفونية العسكرية الرائعة. محمد الضيف برر العملية بأنها رد على تدنيس الإسرائيليين للمسجد الأقصى، كما أن العملية جاءت لوضع حد أدنى للانتهاكات الإسرائيلية في الأرض المحتلة. أضاف محمد الضيف كمان التنسيق الأمني مع العدو خلص انتهى، وبدأت ثورة جديدة لتحرير فلسطين، ومن جديد عاد حلم قيادة الدولة الفلسطينية، دولة حقيقية مش مجرد مقاطعة تحت تهديد سلاح المحتل. بالقطع اتجننت الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل اللي بيرأسها بنيامين نتنياهو. أعلنت الحكومة الحرب على غزة، سمت العملية باسم السيوف الحديدية، وفي تلك اللحظة انفجرت عواصف النار
في غزة. امتدت الرياح الساخنة إلى الضفة الغربية، ومنها عبرت الحدود إلى جنوب لبنان، واتجهت إلى سوريا ثم العراق، وبالقطع كان لمصر نصيب. وجدت المنطقة نفسها في فوهة بركان، وبدأ واضحا أن النظام الدولي هيتغير، لكن محدش يقدر يعرف إيه الشكل الجديد اللي هيكون عليه النظام الدولي الجديد. We are at a decisive moment for the Palestinian and Israeli people and for the fate of the entire region. An agreement between the government of Israel and the leadership of Hamas is essential to stop the unbearable suffering of Palestinians in Gaza and of the hostages and their families. It would be tragic if weeks of intense diplomatic activity for peace in Gaza yield no ceasefire, no release of hostages, and a devastating offensive in Rafah. I reiterate my appeal for both parties to show the political courage and spare no effort to secure an agreement now, to stop the bloodshed, to free the hostages, and to help stabilize a region which is still at risk of explosion. This is a crucial opportunity that the region and indeed the world cannot afford to miss. بحكم عمل الصحفي الطويل، عرفت عن قرب كثير من الشخصيات المؤثرة في المقاومة الفلسطينية. عرفت ياسر عرفات أو أبو عمار أكثر من 10 سنوات. المرة الوحيدة اللي وجدت عرفات بيضحك فيها لما وصفته بأنه مارادونا المقاومة. وعرفت بالقطع محمود عباس أو الرئيس أبو مازن، والتقيت برئيس مكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية. وصفت اللقاء مع هنية بأنه من علامات الساعة. فعلا من علامات الساعة أن أجلس إلى قيادة إخوانية، لكن ذلك لم يحدث إلا بعد أن خضعت حماس لشروط مصر وخرجت من تنظيم الجماعة. على كل حال، حواري مع هنية كان حوار بارد رغم القهوة والتمر اللي قدمه. في اليوم نفسه قابلت المسؤول السياسي عن غزة يحيى السنوار. خلونا نعترف أني ما عطيتش السنوار حقه وقتها. بدا السنوار بالنسبة لي زي موظف حكومي هارب من الديوان قبل موعد الانصراف. بعترف أيضا بأنني فوجئت فيما بعد أن الرأس المدبر لعملية طوفان الأقصى هو السنوار نفسه، هو الرجل الذي خدع نتنياهو، هو الرجل اللي دمر نظرية الأمن الإسرائيلي، هو أيضا اللي ألغى من قاموس العسكرية الإسرائيلية مصطلح الحرب الخاطفة، هو اللي أجبر أعدادا هائلة من الإسرائيليين على الهجرة خارج إسرائيل والسكن في قيام والتكالب على المصحات النفسية. وعندما اغتيل إسماعيل هنية أصبح يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس. اغتيال إسماعيل هنية في طهران يوم الأربعاء 31 يوليو 2024 حدث أثناء استقباله للرئيس الجديد. كان إسماعيل هنية بيفاوض ويحيى السنوار بيقاتل. بعد اغتياله، اغتيال هنية، أصبح قرار الحرب والسلم في إيد مين؟ طبعا يحيى السنوار. الحقيقة إنه مهما كان الرأي في السنوار، الحقيقة إنه رد الاعتبار للمقاومة. المقاومة زمان انحرفت عن المسار لما حست المقاومة إن الشعوب العربية بتؤيدها. السمكة فسدت من رأسها. تحالفت بعض رموز المقاومة مع سماسرة البنوك والحسابات السرية، وتصرف بعض رجال عرفات وكأنهم نجوم سينما. مثلا اتجوز علي حسن سلامة من ملكة جمال لبنان جورجينا رزق قبل اغتياله. احسان عبد القدوس لخص هذه الوقائع في عنوان قصته القضية ترقد في سيارة كاديلاك. بعد طوفان الأقصى واجهت القضية عواصف النار بصدرها العاري.
بتقف أمريكا مبهورة قدام إسرائيل، بتقف قدامها متيمة زي أي عاشق والهان بيقف قدام اللي بيحب. أمريكا بتشوف إسرائيل دايما بعدسة مكبرة بتراها جبلا مرتفعا، وبيصل العشق الأمريكي إلى حد البوح علنا. الرئيس الأمريكي جو بايدن تأثر وهو بيقول: لو لم أكن صهيونيا لوددت أن أكون صهيونيا. ثم في وصلة من وصلات الطرب الأخرى قال: لو لم تكن إسرائيل على الأرض لاخترعناها. وفي مؤتمر للوبي اليهودي إيباك في واشنطن كرر المرشح الرئاسي دونالد ترامب عبارة: أنا أحب إسرائيل 3 مرات. وأسعده أن يكون حفيده من ابنته إيفانكا يهوديا. ولما وصل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بيلكن إلى إسرائيل قال: أنا جيت بصفة اليهودية لا بصفة الوظيفية. لكن كل هذا الحب تجاوز الكلمات الرومانسية، كان التعبير عن هذا الحب بطائرات عسكرية، حاملات طائرات، غواصات نووية، مشاة من البحرية، عملاء من المخابرات المركزية والمباحث الفيدرالية، وأيضا مليارات من الدولارات وأنواع من الأسلحة لم تستخدم في حروب من قبل. لكن ذلك كله لم يجبر نتنياهو على الرضوخ لما تريد واشنطن. إن الحب الأمريكي لإسرائيل كان من غير أمل، لكنه كان أسوأ معاني الغرام. And I told you before, my dad was a righteous Christian who we used to sit for dinner to have conversation and incidentally eat. And I remember even when I was a teenager, my dad talking about how we should have done so much more. Why didn't we bomb the railroad tracks? Why didn't we? So in World War II. In World War II. And so it's a deep shared concern. And so we have bedrock values and interests. And if you'll permit me, personal aside, I come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew. My grandfather, Maurice Blinken, fled pogroms in Russia. My stepfather, Samuel Pizar, survived concentration camps, Auschwitz, Dachau, Majdanek. I love the people in this room. I love Israel. I love Israel. I've been with Israel so long in terms of I've received some of my greatest honors from Israel. My father before me, incredible. My daughter Ivanka is about to have a beautiful Jewish baby. بدأ التخطيط لعملية طوفان الأقصى قبل شهور من ساعة الصفر، بالتحديد في يوم 25 يناير 2023. في ذلك اليوم أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل أكبر مناورة عسكرية مشتركة. بدأت المناورة رسالة واضحة إلى إيران، رسالة بتقول لإيران: الدور عليك. كانت إدارة بايدن غير مستريحة للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة اللي شكلها نتنياهو. نتنياهو شكل حكومته في 29 ديسمبر 2022 من 6 أحزاب توراتية متشددة، حصل على 64 مقعدا في الكنيست. انزعجت واشنطن من هذه الحكومة اللي وصفتها بأنها حكومة الحاخامات. لكن رغبة واشنطن في ضرب إيران جعلها تتسامح مع هذه الحكومة. ضمت المناورات 100 مقاتلة أمريكية حلقت برفقة 43 طائرة إسرائيلية، وانضمت حاملة الطائرات جورج بوش إلى مسرح العمليات، وشملت المناورات جميع الأفرع القتالية بما فيها حرب الفضاء والضربات الإلكترونية الثبرانية. انضم 1100 جندي إسرائيلي
إلى 6500 جندي أمريكي. بدأ واضحا أن المناورات تدريب على خطة غزو إيران. الخطة وضعها البنتاغون وحملها مدير الموساد إلى مسؤولين في أوروبا والشرق الأوسط. المؤكد أن نتنياهو ساهم في وضع الخطة. كانت الخطة تستهدف البرنامج النووي الإيراني، لكن الخطة كانت صعبة التنفيذ بسبب تباعد المنشآت النووية الإيرانية على خريطة البلاد، واختير أكثر من توقيت لتنفيذ الغارات الجوية في خريف 2023. إيران حست بجدية التهديد وكان عليها إفساد الخطة بالكامل. هنا بدأت حماس في تنفيذ عملية طوفان الأقصى. أرادت حماس أن تشغل إسرائيل والولايات المتحدة بعيدا عن إيران. في الوقت نفسه تعلن المقاومة عن نفسها بطريقة مؤثرة، طريقة مؤثرة تحرك القضية الفلسطينية اللي العالم نسيها تماما. لكن حماس في الحقيقة ما بلغتش طهران بموعد العملية، وإن جاء التوقيت لصالح إيران. حماس هنا ردت الجميل إلى إيران، لأن إيران مدتها بالصواريخ والطائرات المسيرة وساهمت في تمويل الأنفاق. كما أن الحرس الثوري الإيراني هو اللي أعاد تصميم كتائب المقاومة والمساهمة في تصميم شبكات الأنفاق ووضع برامج التدريب للمقاتلين. وخسر الرئيس جو بايدن أهم ورقة رابحة في الانتخابات الرئاسية القادمة. أجبر على الانسحاب من هذه الانتخابات فيما بعد بسبب هذه الورقة. هذه الورقة هي التطبيع مع دول عربية جديدة. لو كان توقيت طوفان الأقصى أفاد إيران، فإن حماس استعدت للعملية الجريئة منذ سنوات. قامت حماس بتخزين وتصنيع الأسلحة والتدريب على استخدامها في عمليات نوعية. عمليات نوعية بتكلف إسرائيل كثير من الخسائر من الجنود والمعدات. عمليات نوعية تطيل أمد الحرب حتى يتضرر الاقتصاد الإسرائيلي. وطبعا إطالة أمد الحرب بيعيد اهتمام العالم بالقضية الفلسطينية. الحقيقة المقاومة نجحت في خداع أجهزة الأمن الإسرائيلية. أوحت المقاومة أنها كفت عن العمل العسكري، بل أن حماس طلبت زيادة عدد العمال الفلسطينيين اللي بيعبروا الخط الأخضر كل يوم إلى إسرائيل عشان يشتغلوا هناك. وبعثت حماس برسالة إلى مكتب نتنياهو عبرت فيها عن رغبتها في صفقة تبادل أسرى. حماس كان عندها جنديين إسرائيليين محتجزين من عام 2014، واحد اسمه هدار جولدن والتاني اسمه شاؤول أوران. فيما بعد اعترفت صحيفة أدوت أحرانوت
بتطور جهاز استخبارات حماس في جمع المعلومات. أشادت بهذا الجهاز، جمعت استخبارات حماس معلومات عن القواعد العسكرية في الجنوب، وتمكنت من تفكيك شفرة أجهزة الاستخبارات العسكرية في تلك المنطقة. فكت الشفرة بسهولة. عرفت حماس من الشفرة اللي مكنها من تحديد ثغرات السياج الفاصل بين إسرائيل وغزة. عرفت أيضا منظومة الإنذارات الإلكترونية وقدرت تعطلها. قاد فريق النخبة من 12 فصيل من المقاومة مجموعات من المقاتلين. المقاتلون اقتحموا عمق الجنوب المحتل. التعليمات كانت تصدر شفويا لتجنب تنصت أجهزة المراقبة. بل أن الخطة اللي وضعها محمد الضيف ويحيى السنوار لم تكن معروفة لكل المقاتلين إلا قبل تنفيذها بنص ساعة. وعرف كل مقاتل مهمته وحده بدقة. بل أن المكتب السياسي لحماس لم يعرف بالخطة. وضعت الخطة قبل سنتين من ساعة الصفر. وضعت الخطة ردا على مداهمات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى وإصرار المستوطنين على إقامة مكان للصلاة هناك. صدرت أوامر بتنفيذ الخطة في الساعة الرابعة فجرا، وذهب المقاتلون للصلاة كما اعتادوا. كانوا راحوا يصلوا الفجر كما تعودوا، وفي المساجد تلقوا التكليفات. والساعة 6 الصبح اندفع المقاتلون عبر السياج المحيط بغزة. بالمناسبة تكلف هذا السياج مليار دولار. بعض المصادر قدرت عدد المهاجمين بنحو 300 مقاتل، وتركزت العملية على مراكز عسكرية، وتركزت على مستوطنات حدودية، وكان المطلوب أكبر عدد من القتلى وأكبر عدد من الأسرى. اقتحمت المقاومة معبر إرز بعد اختراقات سبرانية عطلت أجهزة الرصد الإسرائيلية. يعني اطمأنوا أن أجهزة الرصد الإسرائيلية مشلولة تماما. تسلل المقاتلون إلى وحدة الشباك، استولوا على ما بها من معلومات مخزنة على حواسب ومسجلة في ملفات. شالوا الحواسب والملفات، منها معلومات مهمة جدا عن إيه؟ عن عملاء إسرائيل في المنظمات المقاومة. واعتقلت القوى المهاجمة مهندسا وضابطا وعادت بهما للاستجواب. اقتحمت قوة أخرى قاعدة أوريم العسكرية التي تقع بين بئر سبع وغزة. في تلك القاعدة بتوجد واحدة من أهم الوحدات العسكرية، الوحدة 8200. الوحدة 8200 تعتبر وكالة استخبارات تقنية، زيها زي وكالة الأمن القومي الأمريكية. الوحدة 8200 اتأسست عام 52 تحت مظلة الاستخبارات العسكرية أمان. كانت مهمة هذه الوحدة التنصت على الهواتف في المحيط العربي المجاور، يعني مصر والأردن وسوريا ولبنان. كانت مهمتها أيضا فك الشفرات والمراقبة الإلكترونية والاتصالات البحرية. ظلت هذه الوحدة سرية تماما لعدة عقود حتى كشفتها
صحيفة لوموند دبلوماتيك الفرنسية. الصحيفة أكدت أن الوحدة تحت حماية أمنية سبرانية وأيضا تحت حراسة مشددة بشرية. ذكرت الصحيفة عدة حقائق أخرى عن هذه الوحدة، منها أن أجهزة الكمبيوترات هناك مبرمجة لالتقاط الكلمات وأرقام الهواتف ذات الأهمية من المكالمات التي تعترضها، ثم بتنقل ما تصل من معلومات إلى فرعها في مدينة هرسليا شمال تل أبيب. في هرسليا بتتجمع المعلومات وبتترجم وبتمرر كل منها إلى وكالات أخرى مثل الجيش والموساد حسب احتياج كل منها. هل تصدقوا أن وحدة بهذه الأهمية والخطورة اخترقها المقاتلون الفلسطينيون وشالوا أجهزتها وملفاتها معهم؟ فعلا تستحق أجهزة الأمن الإسرائيلية توبيخ نتنياهو اللي وجهه إليها، وإن كان تراجع عنه فيما بعد. نقلت نسخة من هذه المعلومات إلى حزب الله في بيروت، كان ذلك في 13 أكتوبر. من بيروت وصلت نسخة أخرى إلى طهران، كان ذلك بعد 48 ساعة. لكن ما سر المعجزة الفلسطينية التي أوقعت بالتكنولوجيا الإسرائيلية؟ إيه السر؟ الحقيقة في سر مهم جدا، إن الشباب في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وبسبب ضعف فرص العمل قادوا يعيشوا في العالم الافتراضي، بدأوا يتمرنوا على برمجة الكمبيوترات وبدأوا يعيشوا هذا العالم وبرعوا فيه. تعلم الشباب فنون البرمجة وعرفوا يخترقوا المواقع الإلكترونية. ومش مبالغة لو قلت إن في مؤسسات عربية مهمة استعانت ببعض الشباب الفلسطيني من غزة لوضع برامج بحماية الحواسب بتاعتها. وفي غزة أكاديمية تسمى غزة سكاي جيكس، هذه المنظمة اتأسست 2011 بتمويل من جوجل، بتهدف إلى بناء اقتصاد رقمي يمكن شباب غزة من تجاوز الحدود والقيود. هؤلاء الشباب هم اللي شلوا المنصات الإلكترونية الأمنية العسكرية الإسرائيلية. إن الصغار الذين فجروا انتفاضة الحجارة لخمس سنوات فيما قبل كبروا ونضجوا وبرعوا في استخدام التكنولوجيا، بل وظفوا التكنولوجيا في خدمة القضية سياسيا وأمنيا وعسكريا أيضا. أطفال الحجارة اللي أصبحوا مقاتلي الأقصى هم التلاميذ اللي كتب عنهم نزار أباني: يا تلاميذ غزة، يا تلاميذ غزة، علمونا ما عندكم فنحن نسينا، علمونا بأن نكون رجالا فلدينا رجال صاروا عجينا،
علمونا كيف الحجارة تغدو بين يد الأطفال ماسا سمينا، كيف تغدو دراجة الطفل لغما ويغدو شريط الحرير كمينا. اضربوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألونا، نحن أهل الحساب والجمع والطرح، فخوضوا حروبكم واتركونا. قد صغرنا أمامكم ألف قرن وكبرتم خلال شهور قرونا. امطرونا بطولة وشموخا واغسلونا من أنفسنا اغسلونا. إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنا اليقين. وأؤكد بشكل واضح أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية. فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه، بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا، آملين بأن تعلو أصوات السلام لتكف صرخات الأطفال وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات، ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فورا، والعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية وتجنب سياسات العقاب الجماعي والحصار والتجويع والتهجير. وأؤكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. شهدت هذه الحرب موجات متتالية من الأمواج العاتية، سابت العالم في حالة تأهب. الكل بينتظر اللحظة اللي تقع فيها حادثة ما تشعل حرب إقليمية. بدت هذه اللحظة وقد أصبحت وشيكة عندما قصفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق سوريا. كان ذلك في الأول من إبريل. قتل في هذه الضربة 13 شخصا بما فيهم العميد محمد رضا زهدي. زهدي هو أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان وصف الهجوم بأنه انتهاك لجميع الالتزامات والاتفاقيات الدولية. ألقى باللوم على إسرائيل وانتظر الجميع الرد الإيراني. لقد تحولت المواجهات بين إسرائيل ووكلاء إيران إلى مواجهة مباشرة. بالفعل في 13 إبريل أطلقت إيران مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل لأول مرة. أطلقت إيران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخا ضد إسرائيل. أطلقت إيران على الهجوم اسم عملية الوعد الصادق، وكانت هذه أول ضربة مباشرة على الإطلاق لإسرائيل من الأراضي الإيرانية. الجيش الإسرائيلي قال أن معظم الصواريخ تم إسقاطها خارج حدود إسرائيل بمساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. تكرر التصعيد مرة أخرى في نهاية شهر يوليو. إسرائيل قتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر، وهو من المستشارين العسكريين المقربين للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. ثم وقعت عملية اغتيال أكبر، عملية اغتيال إسماعيل هانية في قلب طهران. كان هانية بيشارك في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.
العالم استنى الرد الإيراني، لكنه فوجئ بضربة استباقية لإسرائيل استهدفت منصات إطلاق الصواريخ التي يمتلكها حزب الله في لبنان. وفي نفس الوقت أطلق حزب الله مئات الصواريخ تجاه إسرائيل. أعلن الجانبان أنهما حققا الأهداف من الضربات المتبادلة، ويبقى الرد الإيراني على مقتل هانية إذا ما جاء ردا مجهولا. وبعد فترة وجيزة من ضربات حزب الله، قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي في تجمع للطلاب أن الرد لا يعني دائما حمل السلاح. كلام غريب. أضاف: بل يعني التفكير بشكل صحيح. يعني إيه؟ والتحدث بشكل صحيح برضو يعني إيه؟ وفهم الأمور بدقة وضرب الهدف بدقة. كلام لا يؤدي ولا يؤخر. وحسب التحليلات تتمثل حسابات طهران الرئيسية في إيجاد رد لا يجازف باستدراج الولايات المتحدة. من جانبها نشرت أمريكا بالقطع سفن حربية في جميع أنحاء المنطقة تحسبا لخطة التصعيد. في هذه الحرب خسرت إسرائيل كتير، مش بس خسرت عسكريا، ولكن الخسارة السياسية كانت أكثر تدميرا وتأثيرا. توالت الإدانات الدولية لجرائم الحرب الإسرائيلية، ارتفعت أصوات المتظاهرين في مختلف أنحاء العالم وهم ينددون بجرائم إسرائيل. اشتعلت الجامعات الأمريكية ربما لأول مرة بهذا الحجم بمظاهرات طلابية مؤيدة لفلسطين. تصعد عدد المسؤولين الغربيين الذين استقالوا احتجاجا على ما تقدمه حكومتهم لإسرائيل. وأعلنت محكمة العدل الدولية أن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني. والمحكمة أوضحت أيضا أن المنظمات الدولية ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني في غزة وفي الضفة. وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سعيه للحصول على أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يؤاف جالانت. المؤكد أن إسرائيل فقدت الكثير من سمعتها، إن لم يكن كل سمعتها فقدتها في هذه الحرب. فقدت سمعتها في العالم الغربي، أما عن سمعتها في العالم العربي فهي كما هي، لم تتغير. دولة احتلال تتبنى ممارسات غير شرعية، ممارسات سيئة تماما. Today that I have reasonable grounds to believe on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing
great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population, as well as crimes against humanity of extermination and or murder, persecution, and allegations of crimes of committing other inhumane acts. My office submits that these individuals, through a common plan, have systematically deprived the civilian population of Gaza of objects indispensable to human survival. وضعت مصر مجموعة من السياسات تجاه القضية الفلسطينية في عقاب الأحداث الأخيرة في غزة. مصر حرصت على ألا تتم تصفية القضية الفلسطينية. كان ذلك منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها إسرائيل الحرب على غزة. مصر كانت واضحة أن هذه محاولة من حكومة نتنياهو الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية. لذلك رفضت مصر سياسة العقاب الجماعي ومنعت التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، وقد تم ذلك لمنع خلق نكبة إنسانية تقوم على تصفية الشعب الفلسطيني الذي هو الرصيد الحقيقي للقضية الفلسطينية، هو الرصيد الاستراتيجي بلا جدال. لعبت مصر دور أساسي في توصيل المساعدات الإنسانية لغزة في البر وفي الجو، بادرت إلى التوسط عبر القنوات السياسية والأمنية لوقف الحرب على غزة، وذلك ردا على ما اعتبرته مصر جريمة في حق الشعب الفلسطيني الذي يعيش في قطاع غزة. ونجحت مصر في التوسط بين إسرائيل وحماس للإفراج عن معتقلين إسرائيليين وفلسطينيين مقابل وقف إطلاق النار وإرساء هدنة إنسانية مؤقتة في شهر نوفمبر، ولا تزال مصر تتوسط من أجل وقف إطلاق النار. كما دفعت مصر العمل العربي المشترك إلى الأمام، كانت مصر عازمة على توحيد الموقف العربي لمنع تصفية مخططات تصفية القضية الفلسطينية. وقدمت مصر مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية. المرافعة كانت حوالين السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، الأراضي المحتلة منذ عام 67. شاركت القاهرة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان هذا أيضا مما قدمته مصر إلى القضية الفلسطينية. Mr. President, distinguished members of the court, it is my great honor and privilege to appear on behalf of Egypt, of the Arab Republic of Egypt, in this advisory opinion of historical importance, in which the General Assembly is once again seeking the court's guidance in respect of the question of Palestine. This comes against the backdrop of a 75-year history of displacement, dispossession, collective punishment, and daily indiscriminate and systematic violence and human suffering of untold proportions. History will judge us for how we respond today. Egypt respectfully submits that the court should advise the General Assembly that, number one, the prolonged Israeli occupation is per se a continuing violation of international law. Second, Israel, as the wrongdoing state, is obliged to make full reparation through restitution, compensation, and satisfaction, either singly or in combination, by ceasing immediately and unconditionally its unlawful occupation of Palestinian territory. Three, all states have a duty not to recognize the illegal situation created by Israel's ongoing violation, resulting from its prolonged occupation, settlement, and annexation of the occupied territory. صرخ الفلسطينيون بالشكوى من السماء المعدنية التي تمطر جنونا وطاعونا، لكن لم يسمع أحد. صرخوا بالشكوى من الحياة المرعبة اللي أجبرتهم إسرائيل عليها، ولكن لم يستجب أحد إليهم. صار الجوع صديق الفلسطينيين لا يفارقهم، وجاء الموت لينام تحت الأنقاض إلى جانبهم،
أصبحت حياته مرعبة بين سجن ضيق في إسرائيل وسجن مفتوح في غزة والضفة الغربية. لم يكن أمامهم سوى المقاومة. المقاومة الرحم الذي تنضج فيه الحرية. الحرية تعيد رؤيتنا للعدو المغتصب. عدو لم يقبل التعادل في الحياة، فليكن التعادل في الموت. اللي ما يتساواش في الحياة مجبر على المساواة في الموت. هكذا أجابت حماس على سؤال بيفرض نفسه على الدنيا كلها: لماذا طوفان الأقصى؟ ليه طوفان الأقصى؟ السؤال حمل عنوان وثيقة أجابت على السؤال. دعمت الوثيقة الإجابة بأدلة وبراهين مقنعة. نقرأ في الوثيقة المعلومات التي لا تقبل الجدل، منها أن نسبة اليهود في فلسطين عام 48 كانت 31.7%، بيسيطروا على 6% فقط من الأرض. وصلت سيطرة اليهود إلى 77% من الأرض، وطرد الإسرائيليون 57% من الفلسطينيين، ودمرت 500 قرية عربية. عانى الشعب الفلسطيني في غزة من حصار 17 سنة، وعانت غزة من 5 حروب من يناير 2000 إلى سبتمبر 2023. قتلت إسرائيل 11,299 فلسطينياً وجرحت 156,768 آخرين، لكن العالم لم يتباكى إلا على قتل إسرائيل. وثقت الأمم المتحدة انتهاكات إسرائيل، لكن لا أحد تألم. بل لقينا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان بيقطع تقرير حقوق الإنسان الخاص بفلسطين على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام كاميرات الدنيا كلها. التقرير كان بيدين ما تفعله إسرائيل في فلسطين المحتلة. أصدرت الأمم المتحدة 900 قراراً خلال 75 سنة لصالح الشعب الفلسطيني، لكن إسرائيل لم تنفذ ولا قرار واحد. حتى في تسوية أوسلو لم تنفذ إسرائيل ما تعهدت به. ما رجعتش الأرض، ما رجعتش اللاجئين، كملت استكمالها واستيلائها على القدس، لم تكمل بناء الدولة الفلسطينية. ووقف نتنياهو أمام الأمم المتحدة وهو بيرفع خريطة إسرائيل على كامل فلسطين التاريخية، ولم يحرك العالم ساكنا، لم يحرك العالم ساكنا أمام تلك الغطرسة. بعد 75 سنة من الاحتلال والمعاناة والحصار بيتساءل واضع الوثيقة: ماذا يتوقع العالم من شعبنا أن يفعل؟ ماذا يفعل الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى؟ ماذا يفعل أمام تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين لحرم المسجد الأقصى الشريف؟ ماذا يفعل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة الذي جعل أهل غزة بيموتوا موتا بطيئا؟ ماذا يفعل أمام غطرسة المجتمع الدولي وتواطؤ الدول الكبرى مع إسرائيل؟ ماذا يفعل ليحقق حلم 7 ملايين فلسطيني في الشتات بيحلموا بالعودة والرجوع إلى بلادهم؟ الوثيقة بتضيف: هل كان مطلوب من شعبنا أن يواصل الانتظار والرهان على الأمم المتحدة؟ إن الرد الطبيعي على تلك الممارسات هو مبادرة شعبنا للدفاع عن أرضه وحقوقه ومقدساته. والمؤكد أن المقاومة حق مشروع في القانون الدولي والشرائع والأعراف البشرية. من المؤكد أن المقاومة حق مشروع للفلسطينيين.